ليل الفرنسي يفجر المفاجأة ويفوز على ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء. ليل الفرنسي اللي قدم مباراة قتالية، اللي قدم مباراة رائعة جدا فنية وتكتيكية، وكأنها مترتب لها بقالها شهر او اتنين. مباراة اتلعبت بالسكينة والشوكة، مباراة اتلعبت بالمسطرة والقلم، مباراة اتلعبت بالسنتي والملي سنتي من لاعبي ليل والمدير الفني الخاص بليل، اللي بدأ المباراة من قبل بدايتها بتصريحات خلت لعبته تنزل وتصدق نفسها وتقدم مباراة رائعة جدا، مباراة سيذكرها التاريخ. ريال مدريد يسقط في بطولته المفضلة، بطولة دوري أبطال أوروبا، على يد ليل الفرنسي. شوية تكتيك وشوية فنيات هنتكلم فيها في المباراة بروعة لاعبي ليل الفرنسي وإخفاق لاعبي ريال مدريد، وكيف خسر ريال مدريد، وإيه النقاط المهمة جدا اللي خسرت ريال مدريد النهاردة. بجانب طبعا تفوق لاعبي ليل، فكان في إخفاقات كبيرة جدا في التشكيل وفي اللاعبين من ريال مدريد. إيه نبدأ الحلقة بتاعتنا، بس قبل ما نبدأ انزل حالا بلا فعلا وصل القناة ل 5000 متابع، فاعمل لايك على الفيديو ده وشيره لكل اصحابك، ولو مش مشترك في القناة فادخل ملعبنا وخليك في الملعب دايما مع ملعب فتحي وسبسكرايب في القناة. ويلا بينا نتكلم عن الصدمة المدريدية، فوز ليل الفرنسي على ريال مدريد في مباراة بدأت من قبل بدايتها، في مباراة بدأت من تصريحات المدير الفني الخاص بفريق ليل الفرنسي، اللي صرح وقال: انا قلت للاعبتي انها مباراة للتاريخ، انك بتلاعب بطل اوروبا في السنين اللي فاتت، انك بتلاعب فريق قوي وهو بعبع اوروبا، انك بتلاعب ريال مدريد، فده شرف كبير ليك، فقدم فيها اللي لدينا بدون اي ضغوطات لهم. لو هننزل خسرانين من اسم ريال مدريد فاحنا ما نجيش الماتش من بدايته. فاللعيبة صدقت نفسها وطلعت اللعيبة اللي جواها وطلعت كل امكانياتها في ارض الملعب. المدير الفني عمل اللي عليه وحط التكتيك ورسم الخطة ولعبها بالمسطرة وبالقلم بالظبط، وقال لهم انزلوا اعملوا واحد واثنين وثلاثة وقدموا ما لديكم. البدني كان مظبوط، التكتيك كان مظبوط، الفنيات كانت مظبوطة، فكافأهم الحظ واداهم ركل الجزاء في نهاية الشوط الأول علشان يتقدموا على ريال مدريد. شوط أول عنوانه تنظيم دفاعي، تنظيم تكتيكي، تنظيم فني رائع جدا من لاعبي ليل الفرنسي، خروج بالكرة بشكل رائع جدا من لاعبي ليل الفرنسي، بيلعبوا الكرة بعد ما يقطعوها من ريال مدريد اللي كانت بتتقطع أصلا بسرعة من ريال مدريد، كل الكرات الطويلة مقطوعة من لاعبي ريال مدريد، فكانت الكرة لما بتتقطع من لاعبي ريال مدريد بتوصل بسرعة لدفاع ليل الفرنسي اللي كان ما بيلاقيش صعوبة في الخروج بالكرة من المنطقة الدفاعية، كان بيعمل باص واتنين بيلاقي نفسه في نص ملعب ريال مدريد بعد روعة بخروج الكرة من لاعبي ليل الفرنسي، بيقدروا انهم يخرجوا بالكرة بشكل رائع جدا. بصراحة النهاردة عملوا مباراة رائعة جدا فنية وتكتيكية وكمان بدنية. شوط أول استحواذ لليل الفرنسي، شوط أول فنيا تفوق المدير الفني لليل الفرنسي على أنشيلوتي اللي نزل النهاردة في المباراة وهو موقف لعيبة أو عامل تشكيل ما عجبنيش نهائي. واللي ما عجبنيش في التشكيل ده إن أنت بادئ المباراة وخط هجومك أصلا مش هقول لك بقى مش جاهز، هو خط هجومك أو فرقتك كلها عامة نازلة المباراة وكأنها مباراة سهلة وبكل الطبع. أنت نازل النهاردة ريال مدريد قدام ليل الفرنسي فهي مباراة مضمونة نسبيا أو مضمونة على الورق، ولكن كرة القدم دائما مليئة بالمفاجآت. فمفاجأة الليلة بدأت بتشكيل أنشيلوتي للمباراة بعدم اقتحام لاعب رودريجو أو على الأقل مبابي أو أي لاعب يكون بوظيفة اللاعب الجناح الأيسر اللي لعبها النهاردة فالفيردي وكان سيء فيها جدا وما قدرش يقدم فيها كل ما لديه، وخسرنا معركة نص الملعب بعد ما طلعنا فالفيردي إنه يلعب الجناح الأيسر، ما قدرناش نستحوذ على نص الملعب، والحتة دي تفوق فيها ليل الفرنسي وقدروا إنهم يستحوذوا عليها. وبالفعل لا، بعد ما استحوذوا على نص الملعب قدروا إنهم يخرجوا بالكرة بشكل رائع، قدروا يبنوا هجمات هجومية بشكل جميل، قدروا يستحوذوا على الكرة بشكل كبير في المباراة. فكانت النتيجة ان انت خسرت معركة الوسط، فخسرت الكرة لأبعد لوقت طويل جدا في المباراة، فكانت النتيجة ان انت بتخرج الشوط الاول مهزوم بهدف مقابل لا شيء عشان تبدأ الشوط الثاني بتطلع مندي وكمان بتبكي على ما هو عليه في بقية التشكيلة. على الاقل كان المفروض ما بين الشوطين اقتحام مبابي لأرض الملعب، شفنا بعد ما نزل مبابي ولوكا مودريتش بدأ ريال مدريد هجوميا يشتغل، مش هقولك علشان هو مهزوم، لأ،
هو علشان بعض اللاعبين لما نزلت في أرض الملعب أو بالظبط في نص الملعب لوكا مودريتش لما نزل في نص الملعب قدر إن هو يعمل الدور اللي كان بيقوم بيه فالفيردي، هو الربط ما بين الدفاع والهجوم وخروج الكرة من المنطقة الدفاعية وتوصيلها للمنطقة الهجومية بشكل كبير جدا. بلينجهام النهاردة كان غايب تماما لأنه في دور النهاردة كان قايم بدور فالفيردي اللي ما كانش قادر يقوم بيه تشاوميني بشكل كبير، فكان النهاردة بلينجهام مدفون في نص الملعب مش قادر يعمل كرات هجومية، مش قادر يعمل الربط ما بين الدفاع والهجوم، فبتلاقي النهاردة نقطة ضعف كبيرة جدا في تشكيل ريال مدريد وهو خط الوسط اللي استحوذ عليه فريق ليل الفرنسي. بعد شوط أول استحوذ فيه ليل الفرنسي وقدم أداء رائع جدا، بيقدر أنه يتقدم في النتيجة ويفوز في الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء عشان يبدأ الشوط الثاني بما هو عليه لاعبي ليل الفرنسي، ولكن زادهم الحماس قوي أنهم متقدمين على ريال مدريد، زادهم الحماس قوي وقالوا احنا نقدر نعملها، زادهم الحماس قوي وبالفعل قدروا أنهم يصمتوا أمام ريال مدريد 45 دقيقة أخرى علشان ريال مدريد ما يقدرش يقدم أي حاجة غير بعد اقتحام مودريتش وإمبابي في أرض الملعب اللي نزلوا بالظبط في الدقيقة 60 أو الدقيقة 62 علشان يقدروا أنهم يعملوا أي شكل هجومي لفريق ريال مدريد. في الدقيقة 75 أو الدقيقة 76 بيبدأ ريال مدريد هجوميا يبقى أنشط، هجوميا يبقى أقوى، ضيع بدل الكرة 2 و3، ولكن الحظ لما بيحب يكافئ فريق على بدايته للمباراة فليل الفرنسي هو الأحق أنه يكسب النهاردة، وبالفعل قدر يكسب على فريق ريال مدريد بعد تشكيل سيء من أنشلوتي وبعد بداية رائعة من ليل الفرنسي وبعد يعني مباراة رائعة جدا من ليل الفرنسي قدم فيها كل شيء في كرة القدم خارج الملعب وداخل الملعب تكتيكيا وفنيا واستحواذ على كرة، فقدروا يعملوا كل حاجة، فكانت المكافأة ان هم يكسبوا على بطل أوروبا ريال مدريد. فوز ما جاش صدفة، الفوز ما جاش بالصدفة للاعبي ليل الفرنسي انهم زي ما بقول لك كده قدموا مباراة رائعة جدا من بدايتها، قدموا مباراة منظمة جدا جدا هجوميا ودفاعيا، واللاعب اللي خد افضل لاعب في المباراة زيجورف لاعب ليل الفرنسي اللي عمل كرة في الشوط الثاني كان ممكن يسجل منها الثاني، وفي الشوط الثاني كان ليل الفرنسي مش متراجع بقى واللي هو بيلعب 11 ورا، لا ده كان بيلعب بتنظيم في ارض الملعب، كان بيلعب لعيبه قدام ولعيبه ورا، كان بيلعب بتنظيم دفاعي وتنظيم هجومي، كان بيلعب بالخروج بالكوره بشكل رائع برضه، كان مستحوذ اي نعم في بدايه الشوط الثاني لحين نزول مودريتش اللي زي ما قلت لك اول ما نزل مودريتش انت ظبطت نص الملعب، اول ما نزل مودريتش انت لقيت اللاعب اللي يقدر يعمل لك الربط ما بين الدفاع والهجوم، انت لقيت اللاعب اللي هيقدر يعمل لك الحاجه اللي كانت ناقصاك في المباراه كلها، انت لقيت اللاعب اللي هيقدر يستحوذ على الكرة في نص الملعب هو لوكا مودريتش. لو كان من بداية المباراة او على الاقل بعد مرور 20 دقيقة وانت شايف انشلوتي لعيبة ريال مدريد مش قادرة تستحوذ على الكرة، مش قادرة تعمل كرات في نص الملعب، مش قادرة تعمل بساط، مش قادرة تخرج بالكرة، لو كنت تقدر تعمل تغيير تكتيكي رائع جدا في ارض الملعب ان انت ترجع فالفيردي ورا وتطلع مكانه كامافينجا يلعب كجناح ايسر، او على الاقل كنت لعبتها 4-4-2 بشكل صريح، او طلعت بلينجهام قدام وعمل سويتش ما بينه هو وما بين فينيسيوس لو كان راح على الناحيه اليسرى، او على الاقل كنت وديت اندريك في الناحيه الشمال، كان في بدل الحل 2 و3 و4 ان انت تقدر تخلص فالفيردي من الناحيه اليسار وتنزله في الناحيه في خط الوسط عشان يقدر يعمل لك الدور اللي انت كنت ناقصه او الدور اللي انت كنت عايزه في المباراه في الشوط الاول بالذات، ان انت تقدر تستحوذ على الكوره، ان انت تمتلك الكوره، ان انت تعمل الكونتر اتاك بعد الكوره الثانيه، ان انت تستحوذ على الكوره الثانيه، ان انت تلحق الكوره، وده كله ما حصلش، ده كله ما حصلش بسبب عدم وجود لاعب في خط الوسط يعمل الربط ما بين الدفاع والهجوم، عدم وجود اللاعب اللي يخرج الكوره بشكل كبير او بشكل متفوق او بشكل صحيح من المنطقه الدفاعيه للمنطقه الهجوميه، ده كله ما شفناهوش بسبب عدم وجود اللاعب اللي بقول لك عليه. اللاعب ده تمثل فيه مودريتش لما نزل وقدر ريال مدريد يعمل كام هجمه، ولكن النهايه كان الحظ يكافئ ليه الفرنسي اللي عمل مباراه رائعه جدا يستحق عليه.
عليها الفوز النهارده بعد المكافاه اللي جات له من كامافينجا والكوره اللي جات في ايد كامافينجا علشان ريال مدريد او ليلي فرنسي يتحصل على ركله جزاء في الدقيقه 45 ويسجلها اللاعب ديفيد عشان يتقدموا في الدقيقه 45 في الشوط الاول ونزلوا الشوط الثاني يكملوا الاستحواذ يكملوا التكتيك يكملوا الفنيات يكملوا الخطه اللي كانت مرسومه بالورقه وقلم بدنيا موعوش مجهزين للماتش بيلعبوا على الماتش وبالفعل قدروا ان هم يكسبوا بهدف مقابل لا شيء. على الجانب الاخر ليفربول على ملعب الانفيلد بيقدر ان هو يفوز بهدفين مقابل لا شيء، هدف سجله ماك اليستر بصناعه محمد صلاح والهدف الثاني تقريبا سجله محمد صلاح. الاهداف بتعاد قدام اهو، كره اتلعبت من سوبوسلاي خدها صلاح ودخل جوه منطقه الجزاء بكراته المعتاده في الناحيه اليسرى، يعود محمد صلاح مره اخرى عشان يحط كوره بليسنج في البعيده قويه عشان يسجل هدف ثاني لفريق ليفربول عشان تخلص مباراه ليفربول بهدفين مقابل لا شيء على بولونيا. استون فيلا في مفاجاه رائعه برضو النهارده في ليله من ليالي دوري الابطال، اوناي ايمري بيقدر يخطف فوز رائع جدا جدا من بايرن ميونخ بهدف مقابل لا شيء. هي كانت ليله رائعه، كانت ليله مليئه بالمفاجات، ابرزها مفاجاه ليلي الفرنسي على ريال مدريد. عايزين مشاهده زي المتابعه، لو عجبك الفيديو بتاعنا فما تنساش انزل حالا بلا فعلا تخليك في الملعب دايما مع ملعب فتحي، لايك الفيديو وسبسكرايب القناه وشير لكل اصحابك. عايزين نوصل ل 5000 متابع في اقرب وقت. دمتم في امان الله.